قبل بضعة أيام الممثل التلفزيوني والهندي نكول مهدا انسحابه من مسلسل رياح الحب الموسمية والذي يعود على قناة ان بي سي بوليود. وقد كان الخبر بمثابة صدمة لمعجبيه الذين أعجبوا بشخصية رام في المسلسل هذا، وللأسف فقد حطم قلوبهم بعد قراره المفاجئ، حيث أنه قد علق أنه قد حان الوقت المضي قدما. كما أنه ولم تمر إلا أيام قليلة على هذا الخبر لتكشف زميلته والممثلة التلفزيونية ليشا بارمر، والتي قد كشفت هي الأخرى خروجها من المسلسل وتركها للعرض أيضا. وفي حديثها مع صحيفة إي تايمز كشفت ديشا أن السبب وراء خروجها من المسلسل هو القفزة الزمنية التي سيشهدها المسلسل. وقد علقت قائلة: لقد اضطررت للعب أم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، حيث قد كانت لدي مخاوف، وعلى الرغم من ذلك فقد كان المسار رائعا واستمتعت به، وقد قررت المضي قدما في ذلك وكانت تجربة رائعة. لكن الآن ومع قفزة 20 عاما شعرت أنني قد بذلت قصارى جهدي للعرض، وبعد عام ونصف حان الوقت المضي قدما، ولن أقول أنني سأترك العرض أو المسلسل، لكنني سأنتقل إلى مشاريع وبداية جديدة. وقد اختتمت المقابلة ووصفت تجربتها في المسلسل بأنها كانت رائعة وقد استمتعت بها حقا. أما أن نكون مهدا فهو الآخر تحدث عن انسحابه من العرض وعلق قائلا: أنه يجب على المرء أن يعرف متى يغادر، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة المسلسل. وأضاف قائلا: أشعر أنني قد دفعت مستحقاتي لصناع العمل والجماهير في الأسابيع 18 الماضية، لقد حظيت بالكثير من الحب في العرض وأعتقد أنه كان مميزا حقا، وسأفتقد لعب دور رام.